بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي ليه امبارح ومانشستر يونايتد ونيوكاسل واللي كريستيانو رونالدو امبارح قدمه حقيقي كان عرض رائع، يعني زي ما بيتقال كده امتع الجماهير فريق جماهير فريق مانشستر يونايتد، واول مباراه ليه، بنتكلم اول مباراه ليه على طول بعد عودته لهذا الفريق، وقدم فوز جميل وكانت مباراه امبارح كله كان بيتابعها بشكل يعني مكثف، 4 أهداف مقابل هدف واحد كان في الجوله الرابعه من الدوري الانجليزي. رونالدو نجح ان هو يسجل امبارح اول اهدافه مع مانشستر يونايتد، ده كان في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول، والشوط الثاني كمان زي ما احنا شفنا سجل هدفه الثاني. بكده نقدر نقول مانشستر يونايتد رفع رصيده بقى ل 10 نقاط في او النقطه ال 10 يعني في صداره ترتيب الدوري الانجليزي، ده بشكل زي ما بيتقال مؤقت، بينما هنا تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطه 1 في المركز ال 19 كمان والقبل الاخير. طيب نروح للارقام شويه ولغه الارقام نتكلم بيها. رونالدو كده لو اتكلمنا هو اصبح يعني صاحب أطول فترة بين خوض المباريتين في تاريخ الدوري الإنجليزي كله لو هنتكلم، آخر ظهور ليه في الدوري الإنجليزي الممتاز كان في 16 مايو عام 2009 لما لعب وقتها مع مانشستر يونايتد كان ضد أرسنال، والفترة بين المباراتين اللي هو أرسنال مواجهة نيوكاسل امبارح اللي كلنا تابعناها تقريبا 12 سنة، ولو هنتكلم بقى تحديدا 118 يوم. رونالدو لعب لمانشستر يونايتد 2003 2009 وسجل ما بين يعني 2003 و9 وسجل خلالها 118 هدف، صنع 69 في 292 مباراة. لو بلغة الأرقام كده الناس بتتكلم لا دي حاجات عظيمة جدا، أرقام ضخمة جدا، تاريخ رونالدو حقيقي كله أرقام. ولما غادر كمان مانشستر يونايتد 2009 لريال مدريد قعد 9 مواسم معاهم وسجل فيهم كمان 450 هدف وكان الهداف التاريخي لريال زي ما احنا فاكرين. من ريال مدريد انتقل بعد كده رونالدو ليوفنتوس في 2018 ولعب النادي الإيطالي ده 3 مواسم برضو سجل فيهم كام 101 هدف وصنع 22 في 134 مباراة، ده قبل ما يرجع تاني لمانشستر يونايتد. فيعني مش هنقعد نشكر فيه بقى، هو اسم كبير اسم عظيم جدا يعني في الكرة العالمية. كريستيانو رونالدو يمكن يعني مش صغير أبدا كمان 35 أو 36 سنة، بس بتتكلم إن هو لسه عنده هذه الطاقة وهذه القدرة إن هو يعطي للكرة العالمية بشكل رائع جدا على الملعب.